متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. بطل مسلسل يما محمد الرغيث وفي خرجة غير متوقعة منه. يوم 27 من أفريل 2021 اختار هذا اليوم أن يكون آخر يوم له في عالم التمثيل، فعلى حسب ما يبدو أنه لم يتحمل سخرية بعض الناس من مشاهده الأخيرة في مسلسل ما يتنان، ليخرج محمد الرغيث بتصريح يعلن فيها اعتزاله في هذا المقطع. كممثل بسيط أو محاول، ليس فقط نقول لكم هذا المشروع ممثل أو ممثل محاول، رغم كل الصعوبات ومسائل وأفتخر بيدخل لكم باللي آخر مرة راح نمثل في الجزائر، وآخر مرة راح نمثل في الجزائر، واسمحوا لي بزاف إذا فقدت عليكم في البيوت الجزائرية والتلفزيون الجزائري. أتمنى لكم حياة سعيدة، صحة رمضانكم، والله يرحم جدي علمتني إنه إذا حسيت ولا كنت ثقيل على بيت انسحب وأهجره بشرف كبرياء. اسمحوا لي بزاف وصحة. ما رأيكم في قرار محمد الرغيث؟ اتركوا لنا أراءكم في صندوق التعليقات، ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.